اثار افتتاح المطعم البرجي احد اكبر المطاعم في مدينه اسطنبول والمملوك لمحمد علوش رئيس المكتب السياسي السابق في جيش الاسلام والذي تقلد مناصب عده في هيئات ومجالس المعارضه اثار حفيظه السوريين في تركيا وتداول الناشطون صورا للمطعم الذي تم افتتاحه بحفل فني باذخ لافتين الى ان علوش بات يستثمر في مطاعم اسطنبول بعد ان استثمر في دماء السوريين ويشار الى ان تلفزيون اورينت كشف ضمن برنامج وانت بتعرف في حلقه عرضت اواخر شهر أذار المنصرم كشف الفساد المالي لعلوش وكيف استغل الثورة السورية لبناء ثروته الخاصة حيث وجهت اتهامات لعلوش بأخذ أموال طائلة لقاء دوره بالاتفاق مع الاحتلال الروسي على تهجير أهالي الغوطة الشرقية وتسليمها